منخفض جوي من الدرجة الثانية من المتوقع أن يزداد تأثير على المملكة خلال ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، وأجواء باردة جدا وماطرة يوم الخميس، وعودة الاستقرار للأجواء يوم الجمعة. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى وجود كميات كثيفة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مع وجود منخفض جوي متمركز تقريبا الآن إلى الغرب من جزيرة قبرص ومترافق مع كميات كثيفة من السحب والغيوم الممطرة. هذا المنخفض الجوي مصنف هنا في مركز طقس العرب بأنه من الدرجة الثانية، هي درجة عادية، وهو مترافق مع كتلة هوائية شديدة البرودة وأيضا رطبة، ويتحرك هذا المنخفض تدريجيا نحو الشرق والشمال الشرقي خلال قادم الساعات، مما يؤدي إلى ازدياد تأثيره على المملكة بشكل واضح. الأجواء خلال ساعات مساء هذا اليوم وليلة الأربعاء الخميس تبدأ على شكل أجواء عاصفة في أغلب المناطق على شكل رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تكون مصحوبة بهبات قوية في بعض الأوقات وتؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. تبدأ بمشيئة الله تعالى مع ساعات انتصاف هذه الليلة ليلة الأربعاء الخميس هطول أمطار وبرد في المنطقة الشمالية من المملكة، تمتد مع ساعات الفجر نحو المناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة عمان، بحيث يكون الطقس صباح يوم غد الخميس باردا وغائما وماطرا في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. هذه الأمطار تكون مترافقة مع حدوث الرعد أحيانا ولبعض الفترات خاصة في بعض المناطق الغربية من المملكة، إضافة لأنها تترافق مع تساقط لزخات من البرد أحيانا وخاصة فوق المرتفعات، وتكون هذه الزخات غزيرة في بعض الأوقات. يتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي صباح يوم غد بحيث تكون الأمطار غزيرة وبشكل قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة مع ساعات صباح يوم غد الخميس، كما ولا يستبعد أن تهطل بعض الزخات الثلجية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى مع ساعات صباح يوم الخميس. خلال ساعات نهار يوم الخميس تبقى الأمطار حاضرة على شكل أمطار غزيرة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تترافق أحيانا مع تساقط لزخات من البرد، وتمتد بعض من هذه الأمطار نحو المناطق أو أجزاء من المناطق الشرقية من المملكة. وفي ساعات ما بعد العصر يتوقع أن تمتد بعض من هذه الأمطار نحو محافظة الكرك ولاحقا إلى بعض مرتفعات جبال الشرى جنوبا خاصة في محافظة الطفيل، والتي قد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم المرتفعات الجبلية الشاهقة الجنوبية مع ساعات العصر والمساء. أما في ساعات الليل فتتراجع سريعا فرص هطول الأمطار، ويتوقع تدني درجات الحرارة في كافة المناطق مع تشكل الضباب والضباب الكثيف في أجزاء مختلفة من المملكة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، فالأجواء تكون إجمالا باردة إلى شديد البرودة، هناك تغير ملحوظ على الحالة الجوية خلال ساعات هذه الليلة بالمقارنة مع الليالي الماضية، إذ توقع أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى فقط درجتين مئويتين، أمطار ثلجية أي أنها تكون على شكل ثلوج دائبة ومخطوطة بالثلوج متوقعة في ساعات متأخرة من هذه الليلة في أغلب مرتفعات ومناطق العاصمة عمان، زخات من البرد أيضا متوقعة في ذات النطاق. وفي ساعات الصباح الباكر وصباح يوم الخميس قد تشهد قمم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى بعض الزخات الثلجية أيضا الأمطار قد تكون أو تكون بمشيئة الله تعالى غزيرة لبعض الأوقات في ساعات نهار يوم الخميس. يوم الخميس درجة الحرارة متوقعة أن تكون والأجواء في مدن ومحافظات المملكة على النحو التالي، سنبدأها من الشمال في إربد من 11 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 6 درجات ليل مع أجواء ماطرة، 9-6 في جرش، 9-3 في المفرق، 9-5 في عجلون، مع عبور لسحب وغيوم منخفضة ملامسة
لسطح الأرض، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية. العاصمة عمان من 7 إلى 3، ما بين تقريبا 6 إلى 7 درجات، والصغرى 3 درجات مئوية. العاصمة عمان مرتفعاتها العالية قد تكون بها الأجواء شديدة البرودة في ساعات نهار يوم الخميس، في السلط من 8 إلى 3، في مأدبة من 8 إلى 4. البحر الميت أيضا يحظى ببعض الزخات المطرية العظمى 17، والصغرى 13 درجة مئوية. في الزرقاء من 9 إلى 4 درجات مئوية. جنوبا تكون في الكرك من 8 إلى 5، في الطفيلة من 9 إلى 4، تصل بعض الزخات من الأمطار في ساعات ما بعد العصر والمساء، قد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم الجبال جبال الشراء. كما نلاحظ أيضا في جبال الشراء العظمى من 7 إلى 2 درجة مئوية، عام من 9 إلى 1، مع رياح قوية ومثيرة للغبار، أجواء مستقرة تقريبا في العقبة وبمنأى عن تأثيرات مباشرة لهذا المنخفض الجوي. والعظمى هناك 18 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى أيضا 11 درجة مئوية. رياح قوية في المنطقة الشرقية مثيرة للغبار على فترات، وأجواء تكون شديدة البرودة في ساعات الليل على وجه التحديد، في الصفاوي من 10 إلى 1، في الأزرق من 11 إلى 2، مع فرص لامتداد بعض الزخات المطرية في ساعات ما بعد الظهر، و12 إلى 1 في رويشت. كما نلاحظ رياح قوية وأيضا غبار متوقع في بعض الأوقات، ودرجات حرارة متدنية في ساعات الليل. الأجواء تكون خلال 3 أيام القادمة على النحو التالي. إذن يوم الخميس ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية العظمى، مع أمطار وزخات من البرد في ساعة النهار، وقد تكون غزيرة في بعض الأوقات. تبقى الفرص قائمة لبعض الأمطار في بداية الليل، ولكن يتحول الطقس يصبح ضبابي بشكل عام، 3 درجات مئوية درجة حرارة الصغرى. يوم الجمعة هناك ارتفاع درجات حرارة لكنها تبقى أقل من المعدلات بشكل عام، والعظمى 11 درجة مئوية في ساعة النهار، الصغرى ليلا باردة تهبط إلى 3 درجات مئوية. ونتوقع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة ليلة الجمعة على السبت، وارتفاع آخر درجات حرارة يوم السبت نهارا، تسجل العظمى 14 درجة مئوية، الأجواء مشمسة، الصغرى ليلا 5 درجات، تتحسن الأجواء حتى في ساعات الليل، ومتوقع المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم. قبل الختام، بعض التوصيات الهامة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في المملكة: الانتباه من شدة سرعة الرياح خلال ساعات ليلة الأربعاء الخميس في أغلب المناطق، وأيضا من شدة سرعة الرياح نهار يوم الخميس في المناطق الصحراوية على وجه التحديد في جنوب وشرق المملكة. أيضا ضرورة الانتباه من مخاطر جريان الأودية وأيضا الشعاب، وربما تشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة بسبب غزارة الهطول المطري وترافقه مع زخات من البرد أحيانا في شمال ووسط المملكة. الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، أو حتى في ساعات ليلة الخميس على الجمعة، أو بسبب الانزلاق نتيجة البرد. كما ندعوكم دائما إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة السائدة في المملكة. نسأل الله أن تكون هذه أمطار خير وبركة على الجميع. كل هذا كان ما لدينا حتى الساعة في طقس العرب. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلف. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.